أسعد الله وقتكم بكل خير سادتي المشاهدين، وحيكم أجمل تحية في حلقة جديدة من جدل عراقي. جدل عراقي يناقش اليوم: الصدر يطالب البرلمان بالانتفاضة والإطار متردد. ابقوا معنا. طالب السيد مقتدى الصدر البرلمان بالانتفاضة، وخص بها بالذات موضوع إقرار قانون الأمن الغذائي. بالمقابل الإطار اليوم وربما أمس اختلفت وتضاربت فيه التصريحات بخصوص المبادرات الجديدة وشكلها ونوعها. أناقش هذا مع ضيوفي، كل من المحلل السياسي الدكتور محمد الحياني هنا من استوديوهاتنا في أربيل، ورحب أيضا عبر سكايب بالباحث في الشأن السياسي الدكتور حيدر سلمان. مع الدكتور الحياني أبدأ. أولا مساء الخير دكتور. مساء الخير، مرحبا، حياك الله. الكل اليوم يتكلم بمباحثات إيجابية، طبعا لا شيء على أرض الواقع. مع صمت صدري عميق جدا، حتى أن يعني المتحدثين غالبا عن التيار الصدري يحجمون عن الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك ولكل مشاهدي قناتكم الكرام وللضيف الكريم. بالحقيقة الانسداد السياسي بالعملية السياسية لا يزال مستمر لحد الآن، لا توجد هناك حقيقة بوادر تلوح بالأفق لحل هذا الانسداد، حتى لو كثرت التصريحات، حتى لو كثرت المبادرات. نحن مضى على الانتخابات أكثر من 7 أشهر ولحد الآن الانسداد السياسي واضح. هناك حقيقة أطراف سياسية متزمتة ومتقيدة بالشروط اللي وضعتها، وخاصة الإطار التنسيقي. الإطار التنسيقي حقيقة متمسك ب المنافع مع الأسف الحزبية والمنافع الشخصية، وعلى هذا الأساس يمتنع عن حضور جلسة مجلس النواب لإكمال النصاب القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية. حقيقة الإطار التنسيقي يعني يشير بكل وضوح إلى أنه لا توجد هناك أي نية للإطار التنسيقي بحضور جلسات مجلس النواب أولا، ولا توجد نية للإطار التنسيقي للمشاركة بحل حقيقي للعملية السياسية من خلال يعني التصريحات اللي نسمعها، ومن خلال توجهات بعض الأحزاب السياسية والقادة السياسيين في الإطار التنسيقي. مع الأسف ملتزمين يعني مصالحهم الشخصية، ملتزمين بمصالحهم الحزبية. هذا الأمر خطير وحساس جدا. المواطن العراقي يمر الآن يعني حقيقة مرحلة حساسة وخطرة جدا. يعني الغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية، الغلاء الفاحش في يعني الأسواق بشكل عام، وأصبح المواطن العراقي يصعب عليه تهيئة قوته اليومي. ولذلك احنا امام تحدي كبير على يعني المشتركين بالعمليه السياسيه جميعا ان يعون حجم هذا التحدي الكبير، وان يعون حجم هذه الخطوره الكبيره التي يمر بها الشارع العراقي، وان يعرضوا تنازلات حقيقيه ليست بالاعلام كلام فقط. يجب ان نرى تنازلات حقيقيه لانهاء موضوع الحكومه لغرض المضي قدما بتشريع القوانين واقرارها وجعلها في حيز التنفيذ. الاطار يقول اليوم انه قريبا سوف يطرح مبادرة مختلفة طبعا للتاريخ. الإطار بادر أكثر من مرة، المستقلون بادروا أيضا، التيار الصدري يكتفي فقط ببيانات السيد الصدر أو تغريداته. طبعا آخر مرة ظهر فيها السيد الصدر أنت تعرف في موضوع قانون الأمن الغذائي كان غاضبا جدا، وتكلم بحدة عن الآخرين، واليوم أيضا تكلم بحدة حول هذا الموضوع وطالب البرلمان بإقرار قانون الأمن الغذائي. وبالتالي جبهة الإطار طبعا بلا انحياز لأحد، جبهة الإطار اليوم جميعها تتكلم بأنها تأمل بعض اللين، على عكس الفكرة اللي طرحتها حضرتك أن الإطار متعنت، لا، تأمل ببعض اللين من إنقاذ وطن عموما طبعا مو فقط. أستاذ أنس، حقيقة نحن لا نتعامل مع التصريحات فقط، نتعامل مع صدق النوايا يعني جعل هذه التصريحات في حيز التنفيذ. أفعال، هل نريد أفعال على الأرض؟ لا نريد أقوال. يعني حقيقة لم نرى أفعال. كثرت المبادرات من الإطار التنسيقي ومن المستقلين ومن التحالف الثلاثي، لكننا لم نرى حل يرقى إلى مستوى أن يكون حل حقيقي على أرض الواقع، لا من المبادرات اللي من الإطار التنسيقي ولا من المبادرات من الإطار الثلاثي التحالف الثلاثي.
ابدا. وبالتالي حقيقه نحن يعني امام صوره حقيقيه واضحه شهدها الشارع العراقي وشهدها المواطن العراقي. الاحزاب السياسيه متمسكه بحقيقه مكاسبها. الاطار التنسيقي يعني جيدا انه اذا ذهب التحالف الثلاثي لتشكيل الحكومه بشكل منفرد سوف يخسر كل شيء، سوف يخسر مكاسبه الحزبيه وسوف يخسر مكاسبه السياسيه. وبالتالي انا اعتقد سيستمر الاطار التنسيقي في هذا التمسك، سيستمر الاطار التنسيقي في مواجهه يعني التحالف الثلاثي وعدم حضور جلسات مجلس النواب، ولربما الاطار التنسيقي يدفع باتجاه اكبر من هذا، لربما يدفع باتجاه الفوضى لغرض ليست احداث الفوضى فحسب، وانما لغرض الدفع باتجاه الذهاب الى انتخابات اخرى غير هذه الانتخابات، عسى ولعل ان يتمكن من يعني هذا احتمال وارد وراح نناقشه دكتور. نعم دكتور انه هو اعتقد الاطار التنسيقي يدفع بهذا الاتجاه لانه على هذا الحال هو لن يحصل على اي شيء من مكتسباته. لا اعرف، الاطار التنسيقي ربما ايضا له وجهه نظر ساطرحها لاحقا. اذهب للدكتور حيدر سلمان. دكتور مساء الخير. الشعب ينتظر حلا للانسداد السياسي، واهم الاحداث التي جرت خلال الاسبوع المنصرم هو تجريم قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل ومحاولات هدم تمثال ابو جعفر المنصور. العالم ميت جوع واحنا وين والوضع وين؟ احنا ندور حل الانسداد السياسي، وهذني اهم خبرين جرا على العراقيين في الاسبوع المنصرم. شو تعلق دكتور حيدر وانت دائما لما هاي الامور؟ نعم بالتاكيد اسلم على جنابك وعلى الضيف الكريم وعلى المشاهدين الكرام. الحقيقه هو ليس اهم الاحداث يعني مبدا التجريم، لان هو اصلا اكو قانون يعني الحقيقه وهو نافذ لا زال 201 لعام 69، وكذلك يعني بقيه الاحداث حضرتك صح يعني دكتور. عفوا يعني هل من حاجه الى قانون تجريم التطبيع بوجود هذا القانون؟ هذا سؤال. لا الحقيقه ليس هو اهم حدث، اهم حدث الاسبوع الماضي الحقيقه هو زياره السيد نجربان برزاني الى السليمانيه ومحاوله فتح صفحه جديده مع اليكتي في محاوله منه لاذابه الجريد بين المكون الكردي للكئامه. وطبعا هذا الحقيقه يعني انا سمعت خطاب السيد الضيف، يعني هو يعني هذا خطاب التحالف الثلاثي يعني واضح تماما. الحقيقه يعني احنا اذا سلمنا بهذا الشيء يعني قبل ايام محدده احنا كنا ننظر للامر بوجود ما تسمى معارضه ووجود حكم. يعني كيف يعني هي الاليه انه التحالف الثلاثي هو الحقيقه يعني جمع الرقم الاكبر، وهذا يعني هذا اكيد ولا لا شائب عليه، لكن بالتاكيد طبعا صارت عندهم مشاكل في عمليه التمرير نتيجه القوانين النافذه. لكن من جهه ثانيه الحقيقه اللي هو يعني محاوله اعاده البيت الكردي، واذا تلاحظ البيت السني كله يعني ما من المعقوله انه تكون لدينا معارضه فقط من الاطار، يعني هذا اعتقد يعني غير صحيح وغير صحي للبلد ككل، وبالتالي راح يعني نفسهم الاطار ربما يستخدمونها يعني كقميص اثمان امام الاخرين، انتم كلكم تجمعتوا احنا بقينا. يعني انا فقط اطرحها للراي العام. الحقيقة هو أفضل الحلول هي كما هو موجود التحالف الثلاثي على أن الإطار مع اليكتي ومع جزء موجود من عزم وعددهم 13 نائب وربما يزدادون مستقبلا. إذا تلاحظ يعني إحنا هنا بالحالة جمعنا أغلبية مقابل أقلية، أما يعني طريقة تمريرهم وهو هذا طبعا جواب للسيد الضيف يعني بصراحة وأنا حي يعني هو أنطى يعني خلينا نقول رؤوس الأقلام. يعني كان من الإمكان يعني هو التحالف الثلاثي لم يستطع تمرير الثلثين لرئيس الجمهورية، طبعا بالتأكيد يعني كل من يسأل تمرير رئيس الجمهورية هو الأصعب، تمرير رئيس الوزراء هو الأسهل تماما يعني وهو تحصيل حاصل. أصلا التحالف الثلاثي على الوضع الحالي باستطاعته يمر رئيس وزراء بكل أريحية، لكن حقيقة رئيس الجمهورية واضح أنه عدم القدرة للتمرير. وبالتالي يعني أنا هاي نصيحة للتحالف الثلاثي أن بهاي الفترة استقبال ما يسمى بنسميها إحنا المبادرات لعملية الالتئام وكسر هذا الجمود السياسي. يعني بصراحة خلينا نكون أكثر واقعية، يعني طرح خلق القوانين تجريم أو غيرها في محاولة منه للالتفات بين التيار الصدري والإطار واثنيناتهم احنا اللي هم صوتوا لهذا القرار، يعني هذا بالنهاية يعني يعطي انطباع سيء للرأي العام بأنه هذا مجرد حرف للرأي العام، والحقيقة هم متخالفين، سواء متخالفين على المستوى السياسي، على مستوى المناصب، على مستوى الطرح، وكذلك
الأمر هو موجود كخلاف سياسي بين اليكتي والبارتي. يعني هسه هو خلينا نحكيها بصراحة، حتى عملية وجود السيد البرزاني في بيت الطلباني، هل هو راح يقبل يتنازل عن منصب رئيس الجمهورية وهو أصلا يعني كل اللي وصل البارتي على مود يوصل لهذه النقطة تحديدا كما فعل السيد الصدر لوصوله لهذه النقطة تحديدا؟ طبعا أنا حضرتك ما عرجت على الجانب السني، يعني إذا تلاحظ يعني الحقيقة يعني عملية تمرير رئيس البرلمان كانت بأريحية هائلة سهلة جدا على اعتبار أنه يعني الحقيقة الحلبوسي اليوم لا يعاني على مستوى البيت السني، يقال أنه يعاني على مستوى البيت الأنباري، لا يعاني على مستوى البيت السني. بالتأكيد جنابك إذا تلاحظ يعني البيت السني اليوم نحكيه يعني هو حتى لو أكون معارضة فتعتبر يعني رقم هامشي بالنسبة للموجودين، ناهيك عن أنه الحقيقة هي كل حركات نسميها إحنا التمرد والميليشيات المسلحة والمعارضة يعني شبه صفوها واتجهوا إلى العملية السياسية بشكل يعني نسميه إحنا مثالي. وإذا تلاحظ عملية الالتئام بالبيت السني يعني هو نموذجي، وطبعا للأسف يعني ما ودي أقول هاي الحكاية بس أنا مضطر أقولها، الحقيقة هم البيتين الكردي أولا والشيعي ثانيا، يعني كانت عملية إبعاد البيت السني في المراحل الأولى من هذه المنظومة وأشرنا لهم قلنا لهم غلط، الحقيقة ربما هي أجت من جانبهم. لاحظ عملية تمرير رئيس البرلمان كم هي مريحة وكم هي سهلة ولا تحتاج ثلثين أو ثلث أو أرقام أو كذا، مجرد حضور وتسمية رئيس برلمان ورب ضارة النافعة. أنا طبعا الحقيقة يعني من خلالكم اليوم والضيف الكريم هو طبعا طرح وجهة نظر التحالف الثلاثي وكريما ومشكورا، يعني أعتقد أنه عملية تقبل الوضع بأنه يا بي يا أخوان أنتم بالنهاية يعني كمعارضة محترمين ولكم كيان، لكن هو أمر صحي للبلد أن يكون كما هناك تحالف ثلاثي يجب أن يكون هناك تحالف ثلاثي معارض من ثلاثة أطراف. يعني العملية مريحة راح تكون يعطاهم التطمينات الجيدة، والحقيقة الابتعاد تماما عن الخطابات المتشنجة وخصوصا خطاب السيد الصدر الأخير المتشنج، أعتقد يعني هذا راح يشعل الأمور. أنا ما لاحظت يعني الحقيقة خطابات متشنجة للسيد الحلبوسي ولا من السيد مسعود البرزاني. أعتقد يعني عملية التئام الثلاثي أولا للانطلاق للفضاء الوطني وعملية ضبط إيقاع نسميها ما تسمى بالتصريحات، أعتقد يجب أن يدرس بشكل جيد جدا بداخل التحالف الثلاثي. طيب. لامتلاك الفضاء الوطني ككل. طيب. طيب. حتى المعارضة بالتأكيد. طيب. أنت نعم. أشرت إلى البيوتات كلهم على حدة، لكن في البيوتات نفسها أنا في عنوان الحلقة وضعت والإطار متردد. لماذا دولة القانون قال اليوم إنه من الصعب إطلاق مبادرات سياسية بسبب التعنت من جهة إنقاذ وطن؟ هذا دولة القانون جزء من الإطار. جزء آخر من الإطار اللي هو الفتح ماذا قال؟ قال إن الإطار يستعد لإطلاق مبادرة جديدة تختلف عن سابقاتها. هذا تردد على طبعا الكلام لقياديين كبيرين، يعني واحد في دولة القانون وواحد في الفتح وكلاهما في الإطار، واحد يقول لك إيه راح نبادر، الثاني يقول لك لا ما نقدر نبادر لازم أكو مباحثات قبلها يلا نبادر. فهذا التردد على مستوى البيت الواحد شيء الشر. شوفوا حضرتك خلي يكون أكثر واقعية، هي إذا تلاحظ يعني بانتخابات 2018 يعني الحقيقة كان هو نسمي إحنا دولة القانون هو الرقم الأقل من ضمن التحالفات، والحقيقة كان هو الرقم الأكبر اللي هو يسمونه تحالف الفتح مكون من ثلاث جهات. طبعا أشرنا في ذلك الوقت إن قرارات الفتح وطريقة إدارته ربما تؤدي إلى تفككه وهو ما حدث لاحقا، على أنه إحنا كنا متوقعين بصراحة وكل المراقبين متوقعين على أن هناك سيكون صعود في دولة القانون وفي التيار الصدري، هذا مؤكد وأعتقد يعني ربما هذا لأبسط مراقب يعرف هذا الشيء. الحقيقة يعني وجود دولة القانون من ضمن الإطار يعني يعطيها نسميها إحنا قوة معنوية وسياسية معينة. طبعا بالتأكيد طبعا جنابك التحالف الثلاثي برغم أنه يعني هو حاليا مكون من التيار الصدري والبارتي اللي هو الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة وهو يضم غالبية السنة، إذا تلاحظ يعني هو أنا عندي علاقات جيدة بصراحة خلينا نقول بتحالف السيادة ربما أكثر ربما قليلا، الحقيقة يعني حتى هم نفسهم مؤمنين أن عملية عزل دولة القانون لوحدة من دون الكل يعني حقيقة عملية غير صحية، لأن لديهم ناخبين ومقاعد كثيرة، على أنه سيد الصدر كانت مبادراته في محاولة منه لجذب كل الأطراف داخل الإطار وعزل دولة القانون. كأنك قرأت ما في رأسي، كأنك قرأت ما في رأسي دكتور حيدر، ولا أستبق الأحداث معك، أريد أن أذهب إلى الدكتور محمد الحياني. جنابك
نعم بس جنابك التفصيله. طيب. الحقيقه هي اذا رادوا الكل بدون نسمي دوله القانون فراح تكون توافقيه بنسبه 80%، واذا وياها فهي 100% على اعتبار ان تحسب عدد مقاعد نسميها احنا دوله القانون، وهي عمليه غير صحيه مطلقا، علما ان دوله القانون هي الجهه الوحيده الغير مسلحه بين كل الكتل الشيعيه والكرديه. انا مؤكد لك يعني ذكرت لك الطرف الشيعي والكردي على ان الطرف السني ليس لديهم اي ميليشيات، وهم الحقيقه اليوم هم ما يسمون ببيضة قضبان هذا البلد. نعم. اعود للدكتور محمد الحيان. دكتور محمد، من مجمل الكلام ومن كلام دكتور حيدر وايضا اسال، وحده الراي السياسي بها مشكله على مستوى الاطار تحسها مثلا؟ والكلام اللي ذكره دكتور حيدر قبل قليل، ويعني هي بتوطئة أنه أكو محاولات يعني ربما لعزل السيد المالكي فتفشل طبعا دائما تفشل. بالحقيقة المبادرات اللي سمعناها سابقا مثل ما قلت لحضرتك ما أدت إلى أي حل حقيقي. هم يعلنون عن وجود مبادرة من دون أن نسمعها حقيقة، هاي المبادرة ربما تختلف عن سابقاتها، ونتمنى أن يحصل هذا بأن تكون هناك مبادرة حقيقية تؤدي إلى حل حقيقي وليس كسابقاتها. إذا كان هناك نية لعزل السيد المالكي فهذا هو اللي كان يطالب به السيد الصدر، تتذكر في بداية المبادرات الأولية السيد الصدر كان يطالب حقيقة بعزل السيد المالكي عن قضية الإطار التنسيق، وتم رفض هذا الموضوع، قالوا يا أما نأتي جميعا يا أما لا نأتي. هذا موضوع. الموضوع اللي يريد أناقشه مع يعني اللي تفضل به سيد الضيف أنه الإطار التنسيقي يدفع باتجاه التوافقية، هذا اللي عرفناه حقيقة من بدت يعني مبادراته لحد هذه اللحظة، ويدفع باتجاه التوافقية، والإطار التنسيقي أو التحالف الثلاثي حقيقة يدفع باتجاه تشكيل حكومة أغلبية وطنية. الأغلبية الوطنية حقيقة هي تمثل مطلب الشارع العراقي، مطلب ثوار تشرين. إذا أردنا أن نذهب إلى التوافقية هذا يعني أننا ذهبنا إلى المربع الأول، وهذه حقيقة مشكلة كبيرة، لا فائدة من وجود الانتخابات ولا فائدة من كل هذه المبادرات، سنعود إلى المربع الأول وستعود المشاكل مرة أخرى، ولربما حقيقة نصل إلى مرحلة الانسداد الحقيقي تماما. المشكلة الحقيقية في هذا الموضوع أنه كل الإطار التنسيقي لديهم ميليشيات مسلحة، وإذا تتذكر في بعض الانتخابات مباشرة كنا نسمع تهديدات بين الحين والآخر من قبل قادة هذه الميليشيات بالتدخل بالشأن السياسي واستخدام العمل المسلح وما إلى ذلك، وهذا أمر معيب جدا، ليست على مستوى بس على مستوى يعني الهيئة المستقلة العليا للانتخابات وعلى مستوى يعني قانون الانتخابات، لا يوجد حزب سياسي يشترك بعملية سياسية أن تكون له أجنحة مسلحة، هذا غير صحيح، ما موجود بالقانون، هذا خرق للدستور وخرق للقانون. الآن كل هذا التأخير حقيقة يعني خلي نحكيها على المكشوف، كل هذا التأخير الناس تتخوف من استخدام اللهجة العنيفة، استخدام السلاح ضد الخصوم الآخرين، وهذا أمر غير صحيح حقيقة. نريد أن نذهب إلى حل سياسي حقيقي يبني دولة مواطنة، يبني حكومة وطنية حقيقية. ليش ما نذهب بهذا الاتجاه؟ يعني هي شنو المشكلة إذا أنت ما راح يحصل على مكتسباتك الشخصية بهاي المرحلة؟ شنو المشكلة يعني؟ العراق أغلى، العراق أهم، العراق أقوى. أكو من يطرح خيار إعادة الانتخابات دكتور؟ أنا اللي قلت لحضرتك لك هو خيار صحيح، الخيار المطروح زيان. الآن الإطار التنسيقي لا يستطيع أن يصرح علنا بأنه يريد إعادة الانتخابات، لكن يريد أن يفعل فوضى، ويريد أن يصل بالعملية السياسية إلى الطريق الذي يغلق تماما، بحيث يذهبون الجميع إلى تقبل هذه الفكرة اللي هي فكرة إعادة الانتخابات. وأنا أعتقد نظر الإطار إذا لم يتغير قانون الانتخابات وإذا أصبحت الانتخابات شفافة حقيقة أكثر من سبقتها، سيخرجون هؤلاء خارج الملعب تماما. يعني وجهة نظر كل أحزاب الإطار أقول لك وجهة نظر إطارية من أحد أعضاء دولة القانون، قال أنه إذا أعيدت الانتخابات فلدينا مخاوف. على رأس هذه المخاوف ماذا؟ مما عدم حصولهم على المقاعد اللي تأهلهم أن يدخلون قبة مجلس النواب. يقولون أن الشعب العراقي سوف يتعامل بردة الفعل وسيقاطع أكثر. بالمقابل ما تعتقد أنه هاي فرصة أيضا للمقاطعين حتى يسووها من صدق ويقلبون الطاولة؟ لا، هو يعني قضية أن المقاطعين اللي قاطعوا أنت تدري أغلبهم ندمانين، يقول لك هل أروح حتى أخسر الإطار، يعني أخسر الخصوم الآخرين تماما. يعني نعم ممكن. ليش هو المقاطع كانت مشكلته مع الإطار وحدة؟ يعني إذا القارئ الجيد العملية السياسية يعي تماما أنه كل يعني شعبنا في المحافظات الجنوبية نبذ الأحزاب السياسية نبذ مو طبيعي، بل أصبح غير مرغوب بهم تماما. الأغلبية الساحقة من شعبنا في المحافظة الجنوبية غير متحزبين، اللي اشتركوا حقيقة بانتخاب هاي الأحزاب هم المتحزبين فقط.
المتحزبين فقط والمشتركين بالفصائل المسلحة وبعض يعني وحدات الجيش التابعة للأحزاب المعروفة من دخول العملية السياسية لحد الآن هي تمتلك ميليشيات مسلحة لربما حصلت على هذه الأصوات من قبل هذه الميليشيات المسلحة، أما من عامة الشعب فأعتقد لن يحصلوا على أصوات أبدا. طيب دكتور حيدر، خيار إعادة الانتخابات هل هو خيار سليم؟ هل سيمنح الفرصة للمقاطعين أن يعودوا من جديد ليشتركوا وربما يغيروا كل المعادلة السياسية العراقية؟ ألا تراه حلا أسلم للجميع؟ طبعا بس أعرج على النقطتين وإن شاء الله أجاوب بسؤال جنابك. يعني هو ضيف الكريم يعني هو يحكي أنه جماعة عندهم ميليشيات وهاي ما أنت حلفاكم عندهم ميليشيات، مع احتراماتي إليك، وربما التحالف الثلاثي هو أكبر من شيء. يعني هذه نقطة. النقطة الثانية يعني رجاء لا تجزم باسم الكل أنه لا أحد ينتخب، علما أن ناخبي الإطار حسب الريسبت يعني بالأقل هو أكبر ربما حتى من بقية الأحزاب المجتمعة. فيعني العملية هي كلها بصراحة لا يمكن الجزم بها. الانتخابات يعني عملية وجودها كانتخابات حرة هي أنه لا نعطي هذه الصورة لشعبنا. النقطة الثالثة حضرتك يعني أنت عرجت على سؤال جدا مهم يعني في حالة إعادة الانتخابات، بالتأكيد طبعا إذا تلاحظ جنابك يعني عملية تمرير رئيس الجمهورية بثلثين يعني حقيقة صعبة جدا، يعني بما معنى أنه تحتاج 220 من أصل الكل، يعني الحقيقة الرقم صعب جدا. وبالتالي يعني احنا لذلك احنا اخذنا ما يسمى طبعا قلت للأخ يعني هو أنه عملية تطمين المعارضة وإعطائهم خلينا نقول نوع من الشرعية بوجودهم ربما يعني يفتح لكم الباب للحكم. هذه نصيحة، هذه ليست ضدية، نحن مجرد مراقبين سياسيين وأنتم كيف تتصرفون هذا الحقيقة هو تابع لكم. النقطة الثالثة يعني الحقيقة عملية إعادة الانتخابات حتى لو تغيرت الأدوار، حتى لو الإطار جاب رقم أعلى، يعني مو شرط راح يبدأ بمررهم، لأن احنا الحقيقة اليوم أمام حقيقة دستورية أن عملية تمرير رئيس الجمهورية صعبة جدا، وبالتالي الكل مضطر أن يفاوض ويسير برامجه. تعال يا معارضة أنت شنو برامجكم؟ تعال أنتوا يا حكم شنو برامجكم؟ يعني الحقيقة هسه أنت إذا تلاحظ يعني هو والأخ يعني بصراحة يعني ركز على مسألة التهديد والوعيد، والحقيقة هسه نحن كم مراقبين أكثر من ميليشيات شفناها نزلت للشارع واستخدمت التهديد حلفاكم الحقيقة والتيار الصدري دون الغير، على انه الحقيقه يعني بعد احنا ما نريد نحكي هسه بالتاريخ وبالدستور، حتى ميليشيات الكرديه اليوم هي ماخذ المناطق المتنازع عليها وتصدر نفط، ويعني والسالفه طويله جدا ربما تجرح البعض بصراحه ولا نريد ان نطيلها كثيرا. الحقيقه يعني ليس من الصحي وليس من الصحيح اعاده الانتخابات. هذه نقطه كاجابه على سؤال انا سالت خبيرا انتخابيا يعني له شأن انتخابي وله شأن أيضا سياسي، كان ضيفي جنابك الأستاذ سعيد كاكاي، قال هو حل أسلم. لماذا حل أسلم؟ من أجل أن يعود يعني أن ينهض الشعب من جديد، أن تكون هنالك مشاركة أكبر، لكن دولة القانون يخشى ماذا؟ يخشى انتقام الشعب بعدم الخروج إلى الانتخابات. لا هو الحقيقة حضرتك إحنا هنا ما نقدر نلزم بالغيب. هو إذا تلاحظ يعني حتى دولة القانون عندها 35 مقعد وعندها ناخبين برغم الدوائر الصغيرة، يعني لو تريد تحسبهم متقسمهم يطلع من الشعب كذا، فعملية يعني تقليل وجودهم أو تهميش يعني جمهورهم يعني ربما يؤديهم إلى تنافس. دولة القانون محسوب على الفائزين دكتور، مو على الخاسرين ترى. دولة القانون كدولة قانون محسوب على الفائزين مو على الخاسرين. حضرتك هو يعني خلينا نقول سبقتني بخطوة. الحقيقة دولة القانون والتيار الصدري بالطرف الشيعي يعتبر فائز، وعندك بالطرف الكردي الحقيقة البارتي صح نسبة الفوز مالته جدا عالية، لكن انت نسميها بالأرقام اللي موجودة كذلك هي فائزة، على أن الجانب السني فعلا كان تقدم هو الأعلى، لكن عزم كذلك هو جمع أرقام فيما بعد بكتلة واحدة. احنا يجب أن يعني نضع النقط على الحروف، ما حد راح يقدر يلغي الآخر، وعملية الإلغاء ربما تؤدي إلى ردات فعل شعبية ربما تكون عنيفة. هذه نصيحة للطرفين. والحقيقة عملية يعني أخذ الجانب المتشنج وهو بالذات الحقيقة تيار الصدري جدا متشنج بخطاباته إلى درجة يعني ربما هو يعني يرى أنه هذه طريقة إدارة البلد وهو حر بذلك، لكن من جهة ثانية احنا خلينا نكون أكثر واقعية
وإن أعيدت الانتخابات هل سنخرج من انسداد سياسي؟ كلنا كمراقبين نعلم تماماً إن حتى لو أعيدت الانتخابات لن نخرج من هذا النفق، لأن حتى لو تبادلت الأدوار، نفرض جنابك تبادلت الأدوار، نفرض جدلاً تبادلت الأدوار، شنو اللي راح يصير؟ هم نفس الحالة، الجماعة راح يوقفون المجموعة الثانية، والعكس كذلك صحيح. فالندية راح تبقى لفترة طويلة جداً، والأسلم حالياً إنه أنا برأيي كتحالف ثلاثي صاحب الرقم الأعلى، وهو لديه حاليا مسؤولية أبوية لهذا البلد أن يمرر الأمور بهدوء وتفاوض، ومن ثم يضع أمامه نقطتين، الأولى تغيير بنود الدستور، والنقطة الثانية اللي هي محاولة تقنين هذه المشاكل في قالب جميل. خلي يكون هو هذا برنامج السياسي بصراحة للفترة القادمة. أعتقد برأيي أنه عملية الخروج من هذا النفق هو بحد ذاته يعتبر فقه سياسي. يعني إذا تلاحظ حضرتك يعني الأخ الكريم، يعني هي حتى هذا الخطاب المتشنج ربما سينعكس على ندية الطرف المقابل، وربما تخرج مخالبة. يعني بصراحة إحنا نخاف من هاي النقطة بصراحة، لأن يعني راح تنعكس على شعبنا وشارعنا أولا، وأعتقد هنا ماكو واحد رابح بصراحة. نعم حقيقة أشكرك. نعم. دكتور محمد، يعني أنا حقيقة أضم صوتي لصوت الأخ الضيف، لكن أود أن أذكره حقيقة بتصريحات مهمة وساخنة جدا يعني سمعناها من قبل بعض القادة بالإطار التنسيقي لعدم حضورهم جلسة مجلس النواب، أنه يشيرون هناك إلى أنه هذا يعني انتقاص من حق المكون الأكبر. المكون الأكبر يجب أن يكون هو الأكبر، هو اللي يشكل الحكومة، هو اللي يكون الأكبر داخل البرلمان، وهذا حقيقة خلاف الدستور وخلاف القوانين النافذة. احنا أجرينا انتخابات، والانتخابات أفرزت أحزاب سياسية فازت بالانتخابات، والقانون يقول من يحصل على يعني مقاعد أكثر بالبرلمان هو الذي يشكل الحكومة. هذا موضوع حقيقة مهم. عن ماذا نتكلم عن قضية المكون الأكبر؟ الإطار التنسيقي، عندما أقول أن الإطار التنسيقي متمسك بالشروط اللي وضعها، أنا أعني ما أقول من خلال تصريحاتهم هم. هذا من جانب. الحل في غاية البساطة، بمجرد أن يحضرون الإطار التنسيقي جلسة مجلس النواب سيتم التصويت على رئيس الجمهورية فورا، بغض النظر حتى عن وجود مرشح توافقي بين الحزبين الكرديين، سيتم جلب أي مرشح ويتم التصويت عليه. القضية تكمن بإكمال النصاب فقط، هم لا يحتاجون إلى أصوات أكثر، الأصوات مضمونة لدى التحالف الثلاثي. لكن المشكلة رئيس الجمهورية طلب من المحكمة الاتحادية أن يكون هناك ثلث معطل، يجب أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية بحضور كامل لأعضاء مجلس النواب. طيب، هذه قضية حقيقة حساسة ومهمة، بإمكان أن يجري الحل إذا ما أردنا أن نذهب إلى الانتخابات الأخرى كما أشار الضيف الكريم. يجب أن نذهب إلى الحل. الحل يكمن بحضور جماعة الإطار التنسيقي إلى جلسة مجلس النواب، ويتم التصويت على رئيس الجمهورية، وينتهي الموضوع، تنتهي المشكلة تماما، ويتم انتخاب رئيس وزراء، تكليف رئيس وزراء، وينتهي الموضوع. لكن المشكلة الإطار التنسيقي لا يقبل بحضور جلسة مجلس النواب، ولا يقبل بحضور يعني أو إعطاء حلول أخرى تفيد يعني تمرير رئيس الجمهورية، لا يقبل أيضا بكل المقترحات اللي أبداها التحالف الثلاثي أبدا. يريد أن يبقى متمسك بالثلث المعطل فقط، ولا نرى حقيقة في الأفق حلول تلوح أبدا. إذن إلى أين يريد يذهب الإطار التنسيقي؟ السؤال مطروح. هم شكليا يقولون ماذا؟ يعني يقولون أننا نريد حكومة توافقية، لكن في جوهر الأمور ألا تلاحظ أن هنالك ما يشبه الرفض للوصاية الصدرية؟ أعطيك مثالا، اليوم السيد الصدر في بيان اليوم دعا البرلمان إلى إقرار قانون الأمن الغذائي، وقال لقد صار لزاما إقرار هذا القانون، لزاما، وعطفه على قانون تجريم التطبيع، قال بما أننا يعني فرحنا بالتصويت على قانون تجريم التطبيع، يلا صار لزاما إقرار قانون الأمن الغذائي من قبل البرلمان. أستاذ أنس، أعتقد السيد الصدر طبعا يتكلم من موقع اقتدار وقوة، كونه يعني يمتلك الأغلبية داخل البرلمان، وبإمكانهم أن يصوتون على أي قانون يريدون يصوتون عليه، هذا الموضوع معروف. وهذا قضية التصويت على قانون منع التطبيع مع إسرائيل، حقيقة هذا قانون ما أعرف يعني هل المراد منه تسويق إعلامي فقط أو ماذا يراد منه؟ هناك قانون في النظام السابق موجود، رقم 111 لعام 69، مثل ما أشار الضيف الكريم، المادة 201 تشير إلى يحكم بالإعدام
كل من يطبع مع إسرائيل بأي طريقة بأي أسلوب بأي تفكير بأي تعامل يحكم بالإعدام. ماكو لا زيارات دينية ولا غير زيارات دينية. أي شخص يتعامل مع الصهيونية بأي طريقة بأي أسلوب يحكم بالإعدام. هذا القرار الأخير واللي سووا فوضى عليه وجود أكو به منافذ كثيرة حقيقة. موضوع يعني لا يشمل هذا القانون الزيارات الدينية التي يؤخذ بها إذن من وزارة الداخلية. إذن هناك نافذة ممكن أن يدخل لها أي شخص آخر إلى إسرائيل ويذهب، وهذا حقيقة في النظام السابق وفي القانون السابق غير موجود. ونافذ المشكلة أنه نافذ المفعول، القانون 111 نافذ المفعول بإمكان تطبيقه، لكن حقيقة يعني ما أعرف يعني هل إحنا يعني انتهت طيب كل مشاكلنا. طيب، طيب بصلب الموضوع، قانون الأمن الغذائي بغض النظر عن أنه هو زين أو مو زين، ما يعني ما نريد نتكلم عن محاسن أو سيئة، ما يخص قانون، بس موضوع لزاما. قال لقد صار لزاما، تتوقع حضرتك أنه صار لزاما هذا الكلام، كل الاحترام للسيد الصدر طبعا، أنه سيقبل به واحد مثل السيد المالكي أو شخص مثل السيد العامري أو شخص إذا تسمح مثل أستاذ أنس الشيخ قيس الخزعلي؟ قانون الأمن الغذائي هو قانون طارئ ومرحلي وليس قانون أساسي، بسبب يعني عدم حصول الحكومة الحالية على صلاحيات كاملة بتمرير الموازنة لهذا العام. وبذلك يعني قالوا يعني قبل أن تمرر الموازنة المواطن العراقي يمر بظروف حرجة جدا. السلة الغذائية للمواطن العراقي أصبحت يعني حقيقة تثقل كاهل المواطن العراقي، لا يستطيع اقتناء قوته اليومي، وبالتالي يجب أن نذهب إلى تمرير قانون يسهل على المواطن العراقي يعني أو يسهل على الأسواق العراقية أن تأخذ يعني مجرى طبيعي أو يعني سياق طبيعي لا تثقل كاهل المواطن العراقي، فقط مرحلي وليس قانون أساسي. تم تحرير هذا القانون كمسودة في المرحلة اللي سبقت هاي المرحلة، وحقيقة تم تمرير يعني فقرات بهذا القانون تشير بكل وضوح إلى وجود يعني فقرات فساد، تدخل أحزاب سياسية، تمرير مواد حقيقة غير مهمة لا تصف في مصلحة المواطن العراقي وتم رفضه. الآن احنا بأمس الحاجة، طالما هذه الحكومة العراقية غير قادرة على تمرير الموازنة يجب أن نذهب إلى تشريع قانون الأمن الغذائي على أقل تقدير يعني حصول المواطن العراقي على السلة الغذائية ببساطة. هذا الهدف الأساسي من هذا الموضوع. أغلب الاقتصاديين اللي أنا سمعتهم هذا القانون فندوه وقالوا أنه هذا أول ما انطرح على بكلام انطرح بسبعة مليار، لكن حين قدم بثلاثين مليار. هذا أولا. ثانيا يقول لك هذا القانون ما يشمل لي موضوع الغذاء إلا بعشرة بالمية. ثلاثة يفترض الاقتراض والإنفاق في آن واحد. انت شلون هاي؟ والله ما ادري. تسديد الديون من جهة والاقتراض من جهة، الموضوع ما اعرف بمشكلة. زين البنى التحتية جابها على قانون الأمن الغذائي. خلنا نرجع للدكتور حيدر. دكتور حيدر، السيد الصدر في بيان حث البرلمانيين على الانتفاضة واقرار قانون الأمن الغذائي، وقال لقد صار لزاما اقرار هذا القانون، وقال ايضا أن أملنا بالله وبكم، مخاطبا البرلمان العراقي الذي أثبت قدرته على الإقرار رغم عقبات الأحزاب وعرقلات الدعاوى القضائية لقوانين نافعة. عرقلت الدعاوى القضائية لقوانين نافعة. الحقيقة قانون الأمن الغذائي، بس حبيت كذلك أعرج على أمر إذا تسمح لي جناب. حبا وكرامة دكتور، حبا وكرامة. الحقيقة يعني هو الكتل السنية سابقا وكبار الكتل الكردية سابقا هي كانت مع تحالف البناء بالانتخابات 2018، يعني كان يقودها إذا تذكر الفتح كرقم أكبر، وما أعتقد شافوا من عندهم حدية وندية. وبصراحة يعني هم أهم كان أكون نوع من التقارب الرقمي بين تحالف البناء والإصلاح، وكان أكون ندية من التيار الصدري بصراحة صوب كل كتل اللي نسميها البناء، يعني سواء من سنة أو شيعة، أو إذا تلاحظ شان بكتها الفتح هو من يقود التحالف، يعني الرقم الأكبر من ضمن التحالف. وبعد الانسدادات الطويلة اضطر الفتح أنه هو يتنازل عن الرقم الأكبر ككتلة بناء ويذهب مباشرة إلى كتلة الصدر، وعزل بقية كل الكتل سواء من سنة أو شيعة أو كرد، ومرروا الحكومة. أعتقد يعني الأخ حيالي ذكر هاي النقطة، ويعني يجب أن نضع الحقيقة أمر أنه حدية يعني خلينا نقول التيار الصدري في تمرير الحكومات، يعني حتى لو كان رقم صغير فهو معروف عن هذا الشيء، حتى لو كان رقم صغير يتعامل بحدية وندية. يعني أرجو أنه يعني حتى بقية الأخوان السنية، يعني هم إذا تلاحظ هم عندهم علاقة تاريخية مع جماعة البناء،
والإطار حاليا عندهم يعني خلينا نقول تحالف متجدد مع السيد الصدر، يعني عملية انه يضعون نفسهم ك يعني يوميا اتصل ويا الاخوان، واعتقد يعني يعرفون كل زين، هم يحاولون يصلحون، لكن ربما ما كسر لا يصلح بسهوله، خصوصا ان الامر ينطوي على مصالح طويله ومناصب كبيره، فالطرفين لا يمكن تبرئتهم من الامر. هذه نقطه. النقطه الثانيه، حضرتك انت سالت على قانون الامن الغذائي. أنا أعتقد أنطيت سابقاً يعني قرأت القانون وأعطيتكم يعني خلاصة محترمة، يعني هل من الممكن أنه يمر قانون بثلاثين مليار دولار في أربع أوراق بدون خلاصة، بدون أبواب، بدون مكانات صرف؟ يعني حضرتك من تجي تقول لي أنه الموازنة بها أبواب مبوبة بالطريقة اللي أنت تريدها. يعني أنا مثلاً ألاحظ السيد حاكم الزامي قبل يومين يقول والله راح أضيف عليها ما يسمى ب عقود 315 أو شيء من هذا القبيل. يعني هل من المعقول أنه وهب الأمير ما لا يملك؟ لا تصير الأمور يا أخوان بهالطريقة. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه أنا ما قرأته بشكل مفصل، هو يركز على صرف الفائض من عائدات النفط. يعني إذا تلاحظ هو أصلاً أنت عندك يعني حتى لو ما عندك موازنة، لأن إذا تلاحظ عملية الموازنة بالعراق تعتبر مزمنة جداً، دوماً بتأخر. فلجأوا سنة 2019 إلى قانون أنا مدن حل هاي الإشكالات، اسمه قانون رقم 6 ل 2019، قانون الإدارة المالية. حتى الحكومة بتصريف الأعمال باستطاعتها أن تصرف كيفما تشاء، لكن بشروط أنه تكون مو تحت رقابة المجلس النواب. موضوع الواحد على 12، موضوع الواحد على 12 دكتور تقصد؟ بالتأكيد جنابك، راح يكون بشكل مراقب مباشرة من ديوان الرقابة المالية، يعني تجيب لي وصولات بما تصرف. أعتقد هذا الأمر أسهل. هاي النقطة، يعني هي الدولة بإمكانها تصرف إلى حد 123 تريليون دينار، بما يعادل على الوضع الحالي اللي إحنا نحكي به 98 مليار دولار. أعتقد إحنا أمام حقيقة أن الأموال موجودة، لكن ليش التركيز على الفائض؟ وهنا السؤال، من تجي انت حضرتك هسه اذا تقراها اربع اوراق فقط يصرف بها 30 مليار دولار، ومن جهه ثانيه هو يقول انه انا يعني امكانيه القرض 10% وامكانيه التعويض 10%، ويركز على اغلب الظن بما يساوي 75%، لا الحقيقه ليس 75%، الحقيقه هو 65% من الكلي، يركز على ما يسمى بعقود ومشاريع متلكي او تسديد قروض. يعني يا اخوان، ما علاقة هذا بالغذاء؟ هو هذا السؤال، هو هذا السؤال الذي طرحه اقتصاديون، قالوا ما علاقة البنى التحتية بالغذاء؟ ما علاقة الديون بالغذاء؟ ما علاقة هذا الأمر بهذا؟ هذا أولا. ثانيا، فائض نقدي 90 مليار دولار، 90 مليار دولار يعني لم تحدث في السنين السابقة. هذه رقم مخيف، رقم كبير. لكن كما ذكرت حضرتك، هو يجب أن لا يختصر بأربع ورقات تقولي والله أنا هذا قانون الأمن الغذائي، وتجي تقنعني اليوم لازم تبوب لياهن، لازم تبوب لياهن دينار دينار إذا أردنا نحكيها. نعم جنابك، يعني الحقيقة إحنا نعول على كبار القوم بصريح العبارة. يعني التحالفات الحقيقة الشيعية والسنية والكردية كلها محط احترام، أنا لست من يقلل أوزانهم مهما كانت. وإذا تلاحظ أنا أشرت طبعا وأشرت حتى على الكتل الشيعية والكردية أنذاك، أنه من الخطأ عزل السنة، وهذا اللي نتج أنه اليوم هم أكثر استقرارا، وعملية تمرير الرئيس لهم يعني مثالي جدا. ولذلك نعول على فهم الموضوع يا أخوان، عملية صرف أموال بطريقة غامضة لا، يعني الحقيقة كمتابعين نقرأها، هي عملية شراء لتحالفات وشخصيات ونثر أموال لمصالح، لأن الحقيقة الصورة ما واضحة عندي. هسه أنت من تجي حضرتك تقنعني تغير تنطيني خلاصة، إذا تذكر يعني يمكن ربما الأخ الكريم يعني إذا كان بالدورات السابقة أو كمراقب يعرف كل زين، لا يمكن أن تمر موازنة إذا لم يقرأ باب وكمية الصرف وش قد الشكل من الموازنة العامة، وربما حتى بعض الأبواب تحتاجها أنت ما موجودة، يا أما ترحلها على البعدة أو يا أما تأخرها وتخليها غير ذات أولوية. والأولويات تقسم إلى أربع أجزاء اللي هي نسميها اليلو والجرين والريد والبلاك، وهكذا الأولويات تعتمد. الحقيقة هسه أنت من تيجي تقرأها أكو فلوس لصرف، الحقيقة عملية المجاعة هنا ما راح تنقذها يعني قانون الغذائي، هاي من جهة. من جهة ثانية أعتقد أنه عملية التركيز فقط على الفائض من العائدات، يعني هذا بحد ذاته أكو مشكلة. النقطة الثالثة، هل توجد أموال الدولة لعملية الصرف في مواضيع غذائية قد تؤدي إلى مجاعة دولية؟ بالتأكيد توجد الأموال،
وربما نحن محظوظين أحسن حتى من الدول المجاورة، كأن تكون تركيا أو إيران أو الأردن يعني أو دكتور سوريا. أنت تقصد أننا هنا نعول على الطارئ ولا نعول على المستمر؟ لا لا جنابك، هو قانون رقم 6/2019 هو ينظم لك عملية الصرف بكل أريحية حتى للحكومات التي هي ذات تصريف أعمال مثل الحكومة اللي موجودة حاليا. لكن التركيز برغم يعني نسميها احنا برغم عدم الرضا على تمرير قانون قد يؤدي إلى صرف أموال ليست في محلها، هو هذا الحقيقة يجب أن نناقشه. هاي من جهة. من جهة ثانية هي عملية أنه تصرف ويجب وقصقوصة وتغريدة، يعني أعتقد يا أخوان الأمور بالدولة لا تدار بهذه الطريقة. الدولة تدار بعقول تضع أمامك أبواب وتضع أمامك كميات للصرف وأين تصرف. يعني مثلا جنابك، هل كانت هناك لدينا موازنات في زمن صدام؟ لا توجد، لكن نعرف جيدا أن كانت الموجودة كدولة متكاملة المعالم، تعرف أين تصرف الأموال وكيف تصرفها. اليوم إذا تلاحظ يعني هو نفس القانون اللي هو محط الكلام، أكو بي خلاصة، أكو بي جداول، أكو بي ملحقات، أكو بي نقاش. يا أخوان لا تصرف الأمور بهذه الطريقة، هذه الطريقة تضعكم أمام يعني تضعكم أمام اتهامات قد تكون شعبية، ونحن ناصحين لكم، نحن لسنا مضادين لكم. نعم. يعني الحقيقة هنا ناقدوا قانون الأمن الغذائي قالوا أنها بوابة للصرف، بوابة جديدة للصرف من أجل الاستحواذ على الأموال، قالها كثيرون بالنص. لكن نحن نتعامل بحسن النوايا ونقول أن الأمور تحتاج إلى تبويبات حقيقية على الأقل أمام الشعب من أجل تصفية الأمور. خلنا نرجع للدكتور محمد. دكتور محمد، إذا ما تم إقرار هذا القانون تتوقع، طبعا أكيد يستمر الانسداد السياسي، لكن افرض جدلا أن القانون تم إقراره، قصد قانون الأمن الغذائي، بالتأكيد نحن الآن بأمس الحاجة إلى إقرار قانون. إحنا أمام خيارين، الخيار الأول يا أما أن تمرر الموازنة إلى علاقة بالوضع السياسي الحالي. أبدا، يعني ليست له علاقة بالوضع السياسي. هذا القانون مثل ما قلت لحضرتك مرحلي، يعني يختص بهذه المرحلة اللي يمر بها الشعب العراقي. إحنا الآن بالشهر الخامس، انتهى الشهر الخامس تقريبا، راح ينتهي. هو الإطار رفضه، أفرض الإطار قالهم وماكو موازنة، ماكو موازنة لحد الآن تنظم عملية الصرف وتنظم عملية صرف الأموال. بما أنه ماكو موازنة تنظم عملية صرف الأموال، يجب أن نذهب لقانون طارئ نسميه قانون الأمن الغذائي، لأنه أسعار المواد الغذائية وصلت إلى مراحل كبيرة جدا لا يستطيع المواطن العراقي اقتناء قوته اليومي، وبالتالي نحن ملزمون أمام تهيئة قوانين نافذة قابلة للتطبيق على أرض الواقع يستفاد منها المواطن العراقي، بعيدا عن الأحزاب السياسية، بعيدا عن العقود والمشاريع الأخرى اللي ذكرتها حضرتك. يجب أن نذهب إلى ما يفيد المواطن العراقي حصرا. وكما أشار السيد الصدر في كلامه الأخير اليوم بعد الظهر، يعني قال يجب أن يتم تشريع هذا القانون، لابد من أن تشريع هذا القانون لعدم وجود خيارات أخرى. لا يمكن تمرير الموازنة في ظل وجود هذه الحكومة اللي هي حكومة تصريف أعمال، هذا من جانب. وأصلا الموازنة غير متكامل لحد هذه اللحظة، وبالتالي احنا أمام خيار واحد فقط، يجب أن يمرر قانون أمن غذائي يؤمن توفير الغذاء، وخاصة نحن نمر في يعني أزمة عالمية، أزمة يعني الحبوب الاستراتيجية، أزمة المواد الغذائية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، كذلك لأسباب أخرى كثيرة. يجب أن يعني نضمن على أقل تقدير عتات الاقتصاد، على أقل تقدير يعني كما أشار وزير التجارة أنه لا يوجد استراتيجي، لا توجد يعني حبوب استراتيجية لمدة أسبوعين فقط. يعني وزارة التجارة بإمكانها أن تأمن مواد غذائية للمواطن العراقي لمدة أسبوعين فقط، هذه مشكلة كبيرة. أين الخطط الموضوعة؟ أين خطط التنمية؟ أين المشاريع الأخرى؟ كيف تعملون؟ حقيقة لا نعرف هذه الدولة إلى أين ذاهبون. أين التخصيصات الكبيرة للوزارات؟ أين تخصيصات البطاقة التموينية؟ كل كلام في كلام، لأنه بصراحة لو طبقت بنود أي موازنة كما يجب لما حصل ما حصل، ولما وجد العراقي نفسه يوما بعد يوم في سلم الانحدار نحو الفقر، وصولا إلى الفقر المدقع. ابن الخير تاليها هذا حظ بسبب سوء الإدارة للدولة، طبعا أكيد بسبب سوء إدارة سوء الدولة. الإدارة، وإلا أين تذهب كل هذه الأموال؟ أشكرك جدا المحلل السياسي الدكتور محمد الحياني. مرحبا، كنت معي في هذه الحلقة. شكرا بسعة القلب الباحث في الشأن السياسي الدكتور حيدر سلمان، كان معنا عبر سكايب. شكرا جزيلا لكم أحبتي المشاهدين، تقبلوا تحيات كادر العمل، وتحياتي أنس عبد الرحمن، وتحيات المخرج حسام أبو فاعور. وننوه بأن حق الردي مكفول جدا، حتى نلقاكم من جديد في أمان الله وحفظه.